أحب السرعة. وأنا أيضاً. واو 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 واو. أنزلي قدمي، هذا طباء جديد. أخبريني، هل تربيت في حظيرة؟ لا، لقد تربيت في قصر. أخبريني، كيف أصاب الملكة جنون ثلج؟ في الواقع كانت هذه غلطتي. لقد خطبت لكنها ذعرت لأنني عرفته فقط يومها في يوم التتويج، وقالت أنها لن تبارك الزواج. هل وافقت على رجل قابلته يومها؟ أجل، على كل، يومها غضبت وغضبت مني، بعدها حاولت الابتعاد فجذبت قفازها. فعلا، تقولين إنك وافقت على الخطوبة لرجل قابلته فقط يوم التتويج؟ أجل، لكن ركز معي، الأمر أنها ترتدي القفازة طوال الوقت، فظننت أنها تخشى من تلوث يديها. ألم يحذرك أبواك من الغرباء؟ فعلا حذروني، لكنها ليس أحد الغرباء. حقا؟ ما اسم عائلتي؟ إنه من جزر الجنوب. وطعامه المفضل؟ الشطائر. أعز أصدقائه؟ ربما جون. لون عينه؟ مقاس قدمه؟ مقاس قدمه لا يهم. هل تناولت معه وجبة؟ ماذا لو كرهت سلوكه أو تنظيفه لأنفه بأصبعه؟ تنظيفه لأنفه؟ ولعق ذلك. لا تتحدث هكذا، إنه أمير. هكذا الرجال. يا اسمع، هذا لا يجدي، إنه حب حقيقي. لا يبدو لك حب. وهل أنت خبير بالحب مثلا؟ لا، لكن أصدقائي خبراء. لديك أصدقاء خبراء في الحب؟ لا أصدق هذا. اصمتي. لا 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 لا، ليتني أقابل. لا اصمتي. سفن، هيا هيا. من هؤلاء؟ ذئاب. ذئاب؟ ماذا نفعل؟ سأتصرف، لكن لا تسقطي كي لا تؤذي. أريد مساعدتك. لا، لما لا؟ لا أثق في تصرفك. كيف تقول هذا؟ أحببت أول من قابلت. إنه حب حقيقي. واو. كريستوفر. اسمي كريستوف. أو. لكن أنقذتك. استعد للقفز يا سفن. لا يأخذ أوامره منك. ماذا؟ اقفز يا سفن.